آلاف الأسئلة عن الأحداث، وحتى لا يكون هناك تفكير أعوج، أريد أن أرد على أهم هذه الأسئلة. أولا، ما هي المقدمات التي أدت لمسيرة العدالة؟ قوات فاغنر على ما أعتقد هي القوات الأكثر خبرة وقدرات في روسيا بل في العالم، ولديهم إرادة واستعداد، وهم جنود قاموا بالكثير من المهمات التي تصب في مصلحة روسيا الفيدرالية في أفريقيا وفي الدول العربية وفي العالم كله. في آخر وقت هذه القوات حصلت على نتائج جيدة جدا في أوكرانيا وقامت بمهمات جادة جدا. في نتيجة هذه الأعمال وفي نتيجة الدسائس والقرارات التي لم يتم التفكير بها مسبقا، كان يجب على هذه القوات أن تختفي عن الوجود في الأول من يونيو في عام 2023. قمنا بجمع مجلس القيادات التي قامت بدورها بتوصيل المعلومات للجنود، ورفض الجميع أن يقوم بتوقيع العقود مع وزارة الدفاع، وهذا منطلقا من علمهم أن هذا سوف يفقد هذه القوات قدراتها. القيادات ذوي الخبرة والجنود ذوي الخبرة كانوا سوف يتحولون إلى لحم المفرمة ولن يستطيعوا أن يقوموا بقدراتهم. الجنود الذين كانوا مستعدين أن يوقعوا عقوداً مع وزارة الدفاع ذهبوا إلى هذا، ولكنهم كانوا أقلية من جميع التشكيلات. كل البراهين التي طرحت للحفاظ على تشكيلات فاغنر قمنا باستخدامها، ولكن لم تحقق أي من هذه البراهين حتى نقوم بدمج فاغنر في التشكيلات التي كان من الممكن أن تسمح لفاغنر أن تأتي بنفع. وكنا ضد ما أعلنوه والقرارات أن ننضم لوزارة الدفاع كانت قد اتخذت في ظروف غير مناسبة، وبالرغم من هذا قمنا بتجهيز المعدات والأسلحة وجمعنا كل شيء، وكنا نستعد في حالة إذا لم تتخذ قرارات مناسبة أن نقوم في يوم 30 من يونيو أن نتوجه بقافلة وأن نسلم جميع الأسلحة رسميا وعلى العلن بجانب الهيئة العليا لقيادة العملية العسكرية الخاصة. وبالرغم من أننا لم نقم بأي عمليات عدوانية، بدأوا بهجمات صاروخية علينا، ثم هجمت علينا المروحيات. حوالي 30 شخص قتل من قوات فاغنر والبعض جرح، وهذا كان سببا البداية بسرعة، واتخذت القيادة قرارا بأن نتحرك على الفور. وقمت بإعلان سابق وقلت فيه أننا لا ننوي بأي شكل من الأشكال أن نقوم بأعمال عدوانية، ولكن إذا قام أحد بالهجوم علينا فسوف نعتبر هذا محاولة للقضاء علينا وسوف نرد. وأثناء المسيرة التي استمرت 24 ساعة، أحد القوافل توجهت لروستوف والقافلة الثانية توجهت لموسكو في ليلة واحدة. قمنا بتخطي 780 كيلو متر ولم نقتل أي جندي واحد على الأرض، ونحن نأسف أننا اضطررنا للقيام بضربات ضد أهداف جوية، ولكن هذه الأهداف هي من قذفتنا بالصواريخ وقامت بضربات جوية ضدنا. في هذه الليلة قمنا بتخطي 780 كيلو متر ووقفنا على مسافة 200 كيلو متر من موسكو. في هذا الوقت قمنا بحصار
ووقف عمل كل المنشآت العسكرية التي كانت في طريقنا، ولم يقتل أحد أثناء هذا من المتواجدين على الأرض، وهذا كان هدف وضعناه أمامنا كقوات فاغنر. في وسط جنودنا كان هناك قتيلين وبعض الجرحى، وكان هناك جنود من قوات وزارة الدفاع التي انضمت لنا ولم نقوم بإجبارهم على هذا، والكل كان يعرف هدفنا النهائي. إن هدف المسيرة كان عدم السماح بالقضاء على قوات فاغنر ومحاسبة الأشخاص الذين بأعمالهم الغير احترافية قاموا بأخطاء كثيرة أثناء العملية العسكرية الخاصة، وكان يجب أن يظهر هذا على العلن لجميع العسكريين الذين رأونا أثناء المسيرة ودعمونا، ووصلنا إلى موسكو على بعد 200 كيلومتر، ووقفنا في تلك اللحظة التي ظهرت لفريق الهجوم الذي رأى موسكو واستكشف المواقع وفهم أنها لحظة سفك الكثير من الدماء. لذلك اعتقدنا أن ما أظهرناه وما كنا نكاد أن نقوم به أن هذا كافي، والقرار أن نقوم بالعودة كان على أساس عاملين أساسيين. الأول هو أننا ما كنا نريد أن نسفك الدماء الروسية. العامل الثاني، كنا قد خرجنا لنظهر اعتراضنا وليس بهدف أن نسقط النظام في الدولة. في هذا الوقت السيد لوكاشينكا مد يده للعون وقام بعرض أن نبحث طرق لحل المشاكل حتى تستمر قوات فاغنر في العمل في ضوء القوانين. قامت القوافل بالعودة وذهبت للقواعد العسكرية الخاصة بها. وأريد أن ألفت الانتباه هنا أن مسيرتنا، مسيرة العدالة، أظهرت الكثير من تلك الأشياء التي كنا نتحدث عنها سابقا، المشاكل الكبيرة بالنسبة لأمن الدولة في كل مكان. قمنا بحصار كل المواقع العسكرية والمطارات التي كانت في طريقنا. في 24 ساعة استطعنا أن نقطع المسافة التي تساوي نفس المسافة من مكان بداية العملية العسكرية الخاصة في 24 من فبراير عام 22 حتى كييف، حتى منطقة أوشغارد. لذلك لو أن الأعمال التي بدأت في 24 من فبراير في عام 22 منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذا كانت هذه الأعمال قامت بها قوات في نفس مستوى التجهيز والتدريب والمعنويات والجهازية مثل قوات فاغنر، فكان من الممكن أن العملية العسكرية الخاصة كانت ستستمر ليلة واحدة فقط. مفهوم أنه كان هناك مشاكل أخرى، ولكننا أظهرنا مستوى التدريب والتجهيز التي يجب أن تكون عليها قوات روسيا الفيدرالية. وعندما في 23 من يونيو سرنا بجانب المدن الروسية، المدنيين كانوا يستقبلوننا بالأعلام، أعلام روسيا وشعار وأعلام قوات فاغنر. كلهم كانوا سعداء عندما كنا نمر بتلك المدن. الكثيرين منهم حتى الآن يكتبون رسائل الدعم، والبعض يشعرون بخيبة الأمل أننا توقفنا، لأن مسيرة السلام والعدالة كانوا
يروا أننا ندعم المقاومة ضد البيروقراطية ومختلف المشاكل التي هي موجودة اليوم في دولتنا. وهذه هي المسائل الأهم التي أستطيع أن أرد عليها اليوم حتى أقوم بسد الطرق على الفكر الأعوج في مواقع التواصل أو في الإعلام الغربي. إن مسيرة العدالة في الطريق على الأرض، لم نقتل أي جندي، وفي ليلة كاملة وصلنا إلى بعد 200 كيلومتر من موسكو وسيطرنا على مدينة راستوف. السكان المدنيين كانوا سعيدين عندما رأونا، وأظهرنا الاحترافية التي كان يجب أن تكون عليها القوات، ولم يكن لدينا هدف أن نسقط النظام الحالي في الدولة والرئاسة القانونية المنتخبة قانونياً، وعدنا إلى مواقعنا حتى لا نسفك الدماء الروسية.